حاضر المحاضرة دي من يوم الحد بعد الساعة 2 لغاية دلوقتي، يعني بعد ما بنطلع من المحاضرة دي بننتظر المحاضرة الثانية، وذلك لأننا يعني بنشتاق إليه. فهنشوف ماذا يحكم لينا دلوقتي، وهي المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا في ايه؟ في الليبل. عظيم، عايز واحد من الشباب يقول لنا ما هي الليبل، تعريف الليبل افضل. اورجانيك سولفنت، نعم، containing hydrogen, carbon and oxygen. شكراً يا آية، خذ يا آية موجود هدية مني. احنا اتكلمنا في الليبل وقلنا ان في two sources of liquid. مين هيقول لي two sources؟ انت معلش في النقطة ده، أنا سؤال صغير. نعم، اتفضل. لاند سورس زي الكورن اويل، زي اوليف اويل، تمام. وعندنا الانيمال سورس زي ايه؟ الفطر. طيب وايه تاني؟ والمارجرين اللي هي الانسان الصناعي، خد بالك؟ برافو عليك. سؤال تاني علشان نكمل منظومه الليبل. What is the difference between the plant origin lipid and animal origin lipid? What is the difference? تعال نشوف عشان تيجي في سمع سمعها. طب ممكن اجاوب على السؤال ده؟ يعني بلان اورجن ليبيد ار ليكويد ان روم تمبريتشر. الانيمال ليبيد او الانيمال سورس ليبيد ار سوليد ان روم تمبريتشر. فرق جوهري. لا، في عندنا ده سؤال تاني، عاوز بقى احنا نخلي حد تاني يجاوب السؤال ده. كلاسيفيكيشن اوف ليفل، مين اللي هيعمل لي كلاسيفيكيشن اوف ليفل؟ الناس اللي اخذت المحاضره على الباوربوينت واللي شافتها في اليوتيوب، ماذا كان مؤشر كل هذه الفعاليات؟ وده انعكس على مذاكرتنا ولا لا؟ ولا نوقف الموضوع ده؟ مش احنا بنعمل الحاجات دي كتنشيط لعمليه المذاكره؟ طب ما احنا عايزين نشوف بقى مربوط الموضوع ده ايه؟ ها؟ كلاسيكيشن اوف ليفل. مين هيقسم لي الليفل؟ تمام، سيمبل كونجوجيتد ودرايفل، تمام؟ قسم لي السيمبل ليفل. الاويل والفات مش فاتي اسيد، بالاضافه الى الواكس. What is the difference between fats and wax؟ الاويل افكرك احنا قلنا ايه؟ مش احنا قلنا الاسيد والبيت يدي اسيد والبيت يدي ملح وميه، واللابلز مع الميه يدي اسيد، والبلز مع الميه يدي بيت. ورابع حاجه ايه بقى اللي انت هتقولها؟ ان الكحول مع الاسيد يدي ايستر. يبقى اذا الفات والواكس
الفرق بينهم بسيط جدا. هتقولي انت بقى ها عظيم يعني ايه الاسم او فاتي اسيد وانت ليترول جيف ايه فاتس اور واكس فاتس برافو عليك تمام طيب الكحول اذر ذان الاسم يبقى الواكس اسم او فاتي اسيد اذر ذان نعم الاسم تمام برافو عليك تحقق الوجود في هذه اللحظه بطلت. الشباب اللي عايز يجاوب على بقية السؤال حتى لسه فاكر بقية السؤال هو ايه السؤال؟ ده يعني صعب قوي انت كمان مش فاكر السؤال يا عسام لا بقول لك اياه في التاني عشان احنا قلنا كلاسيكيشن اوف ليفلز قلنا منهم ستيت ليفلز هنخش على الكونجوجيت ليفلز ها مين يقول لنا الكونجوجيت ليفلز؟ كنت زعلان قوي عشان ما خدتش المحاضرات وحسام قال لك اجيبها لك وما جابهالكش ما قلت لك ما تزعلش كده اهي فين بقى؟ اخدتها وين؟ ما اشتغلتش خش على اليوتيوب تشتغل يلا شباب هو احنا طبعا مش الغرض ان احنا نوقف حد ونشوفه ذاكر ولا ما ذاكرش على الاقل اللي ما ذاكرش يسمع زميله اللي ذاكر يلا الكونجوجيت ثابت انت جايبه من الاخر خالص انت ذاكرت العكس طب احنا ممكن نقول زي بوسكو ليفل ها عندما ترتبط مجموع الفوسفيت مع تراي الاسرائيل ولا تراي الاسرائيل خليها تضايع عشان خاطر مش احنا قلنا الجليترو ترتبط معاه فاتي اسيد على كارب على نمبر 1 نمبر 2 ونمبر 3 يبقى مجموعة الفوسفات ومجموعة الفوسفات مع ترتبط مع التوليفة دي نقول عليها ايه؟ الفوسفو ليجت زي ايه؟ زي الليتن الليتن ده لا الليتن ده هو المادة الدهنية اللي موجودة في السيل ممبرين الشباب اللي ورا اللي معانا تبعنا زي ايه الليتن يا حسام؟ عندي ليتن زي موجودة في السيل ممبرين عظيم هو بريزنت ان السيل ممبرين ودينا مثال دلوقتي هناك بينهم اللي هناك بينهم موجود فيه ايه بقى؟ انزايم ولا مادة دهنية؟ انزايم بيعمل ايه؟ سنيز زي ايه زي الكوليسترول ولا ان يعني الكوليسترول ايه انا كنت سامع طيب طب ما نسهل الامور شويه نقول باي اسيد انا ما سمعتهاش كده المهم كوليسترول باي اسيد از ان اكزامبل فور تمام طيب احنا قلنا حاجه اسمها ساتوريتد فاتي اسيد وانساتوريتد فاتي اسيد ايه الفرق بينهم